حديث النائبة حنان الفتلاوي في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن التقائها أو حديثها مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني عبر الهاتف من أجل الحديث عن الانتخابات. هي نفت هذا الموضوع، ولكن قاسم سليماني هو مستشار عسكري كما تقول حكومة حيدر العبادي، وحنان الفتلاوي هي نائبة في البرلمان وشخصية المفروض تعتبر سياسية. ما علاقة حنان الفتلاوي بقاسم سليماني أن يحدث بينهم اتصال لولا الانتخابات؟ دعونا نشاهد. آخر مرة شو صار تواصل بينك وبين قاسم سليماني؟ أيام قليلة، بس ما أعرف أكذب، أقدر أكذب أقول لك ما صار تواصل، بس قبل أيام قليلة. زين، شنو؟ بس ما له علاقة بالتمويل، تواصل عادي. ما له علاقة بالتحالفات؟ أبدا. أبدا. لا أنا يعني انسألت ومن أكثر من طرف. يعني هاي قرار، هاي قناعاتي، 1 2 3. أنا أعتقد من المصلحة أنا أكون لوحدي بلي. عندي إشكاليات بالتحالف 1 2 3، متى ما انحلت هاي الإشكاليات ما عندي عقدة تجاه أحد. جوابي كان واضح، وما حد يقدر يفرض علي شيء خلاف قناعات. التواصل كان من طرف من حضرتك ولا من؟ لا لا والله صار اتصال يعني. بالفترة الأخيرة تم تداول مجموعة من الأخبار شبه مؤكدة عن تحركات يجريها قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني من أجل تشكيل أحزاب وتكتلات انتخابية مدعومة إيرانيا طبعا ومدعومة منه شخصيا من أجل المشاركة بالانتخابات القادمة.